اعتمد الصخب السياسي لغة رافقت مسيرته في الحياة السياسية، حياة بدأها ضابطا ولم يشأ أن تنتهي رئيسا للجمهورية. على أبواب القصر الجمهوري خلع زي الرئيس وارتدى مجددا لبوس المعارض الشرس، مفتتحا معركة دستورية عنوانها رفض تسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية، معلنا توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة أصلا بفعل الانتخابات النيابية. بغض النظر عن صدور مرسوم قبول استقالتها أو عدم صدوره، لأنه صدور هذا المرسوم مبدئيا هو لزوم ما لا يلزم، إنما مبدئيا هي حكومة تصريف أعمال وتبقى تصرف الأعمال بالمعنى الضيق عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور. اليوم هناك مبدأ استمرارية المرفق العام، هناك مبدأ استمرارية الحقول دون الفراغ والحقول ضمن إطار سلامة المؤسسات والدولة، وهناك عدة قرارات المجلس الدستوري صادرة بهذا الخصوص. اليوم الصلاحيات المناطة بها هي صلاحياتها بالحد الأدنى وبالمعنى الضيق وبعقد جلسات عندما تقتضي الضرورة ذلك. بيّنت تجارب السنوات السابقة أن السياسيين لطالما لجأوا إلى الدستور ليتسلحوا ببنوده في لحظة اشتباك سياسي يحتاجون فيها إلى رفع سقف الخطاب السياسي وشد عصب المناصرين. ليس في خانة الجدل الدستوري بل في خانة الجدل السياسي، إذ أن رئيس الجمهورية يدرك قبل رساله الكتاب إلى مجلس النواب أن الحكومة مستقيلة أصلا، وبالتالي هي حكومة تصريف أعمال، لكنه أراد أن يضع المسيحيين كلهم أمام واقع جديد، أنه لا يرغب بتسليم السلطة للحكومة المستقيلة والتي يرأسها رئيس سني. بخلاف الرابي التي أراد عون أن تكون قاعدة لحياته السياسية ما بعد الرئاسة، يبدو ساكن السراي الحكومي مرتاحا. يقولون هنا إنه نجح في امتصاص المفاعيل الأولية لمرسوم الاستقالة وضمن في اتصالاته الداخلية والخارجية مواصلة تصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد. رداً على رسالة عون إلى البرلمان، دعا رئيس المجلس النيابي إلى جلسة الخميس المقبل لتلاوة الرسالة، وبذلك يكون بري قد أخمد ما أمكنه من شظايا الاشتباك السياسي في انتظار امتحان موقف وزراء عون من أي جلسة تضطر الحكومة للدعوة إليها. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، من أمام البرلمان في بيروت.